سلام يا ابو نعمان. الله يسلمك يا ابو احمد. يقول ابو نعمان ناجي سهران وتعكر مزاجي، من بعد ما ضيع التاجي ايش ذا الجزاء وايش ذا المصيبه. مصيبه. يقول ابو نعمان ناجي سهران وتعكر مزاجي، من بعد ما ضيعت تاجي ايش ذا الجزاء وايش ذا المصيبه. تاج المراجل تاج راسي، يا لابتي وهلي وناسي واسلابنا عوج الكراسي، لكن نجات اشياء غريبه. نعم. ماتوا رجاجيل المواقف، والمصلحه يداري وعارف، شيعتهم والريق ناشف اهل المهمات الصعيبه. يا ريت كل من مات يحيى. ماتوا رجال اصحاب مبدا، رجال قطمتها بالعدا يدريبهم جاهل وشيبه، والآن جانا جيل ثاني، جيل الحواسد والشواني، للمصلحة يمشون ثاني ماشي ثقه فيهم وطيبه. أين الثقه؟ أين المروة؟ أين القمر ما بان؟ بوه والخونة قطع عهد المخوه. يا ذيلكم هيبه يا صقر يا شاهين جارح، لا عهد لأصحاب المصالح. نعم. ذي ما يحبون النصايح، شف شغلهم نمها وغيبه على المصالح. عذبوني لين انقلب شكلي ولوني والنوم قد فارق عيوني. عجيب يا دنيا عجيبه ما من وراهم شي مكاسب، ولا اعطونا راي صايب والظن في الاندال خايب. ذي ما لهم كلمه صليبه. نعم. هيهات عاد الذيب يعوي، خلف الجبل وش بتسوي؟ نعم. لكن بالافرض حضر جوي من حوف لا حصن الجريبه. وسلامتك كلام يا ابو نعمان، كلام صح الله لسانك واثلاشانك. الله يعافيك عزيز وغالي.